إذن وفي نبأ عاجل وردنا للتو وفي إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف كل أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافقة 15 الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه. انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما مما أسفر عن مصرع الإرهابية واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة 2 ضباط، أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام. نعيد إليكم هذا البيان مرة أخرى، حيث وفي إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف كول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدردير بالضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه. انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابية واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة 2 ضباط، أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام. هذا ونعيد عليكم هذا الخبر الذي وردنا للتو، حيث في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف كل أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدردير بالضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه. انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابية واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة 2 ضباط، أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام. لمزيد من التحليل ينضم إلينا على الهواء عبر الهاتف سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. بداية، كيف تعلق على هذا الخبر العاجل الذي قرأناه للتو؟ هو يعني بداية اسمح لي أن أقول لك أنه إحنا لازم نبقى متوقعين تماما أن طول ما في جوانب إيجابية بتشهدها البلاد، طول ما في عناصر بترغب تماما في احداث نوع من انواع اجهاض اي ايجابيات الناس بتعيش فيها او بتشوفها، لما تيجي تشوف اي مخطط ارهابي موجود في الوقت ده هنجد انه بيسعى الى عمليه التشكيك في سلامه الاستقرار الداخلي في مصر ومحاوله اجهاض اي توجه نحو مستقبلنا الامن. احنا عندنا دلوقتي عده عوامل جذب زي
كرة القدم البطولة الأفريقية، وزي النجاحات اللي حققتها السياسة المصرية، يشار إلى مؤتمر الأمن في ميونخ، وزي أيضا الأوضاع الاقتصادية التي تبشر بخير. فهنا لابد أن نعي تماما أن هناك من يرغبون في إجهاض هذا، وهنا أيضا لابد أن نعي أن هناك مجهزة أمن. هذه الأجهزة الأمنية بها محل الثقة الآن، أن المعلومات هذا الوضع وضع طبعا نشأ عن معلومات تم تحري مصداقيتها وتقييمها وتحليلها واتخاذ القرارات بعد دراسة كل هذه العوامل. أما عملية الضبط فقد يحدث منها أشياء غير متوقعة، وهذا شيء من متاعب المهنة اللي موجودين، أن تحصل نوع معين من ردود الفعل، نوع معين من التفجيرات اللي هي كانت المفروض معدة بعد كده أنت بتظبطها. فدي شيء يتوقعه دائما رجال الأمن، وشيء إحنا لا نرغبه ولا نريد أن يحدث، ولكن هي دي طبيعة الأمور. وأنا هنا أشيد بالمواطنين ألا يبخلوا بمعلوماتهم على جهاز الأمن المصري، ويثقوا تماما في أن هذه المعلومات هتكون سند وهتكون وسيلة من وسائل حفظ الاستقرار والاندفاع نحو ما نستحقه من تنمية ومستقبل آمن. نعم. سادة اللواء، ربما إذا نتحدث عن عملية استباقية، ربما لدينا شهيدان ولدينا مصابان أيضا، ولكن منع خطر قادم كان ربما يقوم به هذا الإرهابي. بالتأكيد إن طبعا إحنا لازم نحط نفسنا مكان الممارسين لعملية التأمين أو عملية الأمن. إن الأوضاع اللي إحنا بنخشها لا يمكن أن نضع نفسنا مكان محلل إلا إذا كنا على دراية كافة بكافة المدخلات اللي موجودة في الموضوع ككل. وأنا أناشد المواطنين أن يكونوا على ثقة تماما بجودة وجدية أجهزة أمن المصري، ويكونوا على ثقة أن لولا معلومة المواطن ولولا مساندة المواطن لن تصل إلى أي نتائج إيجابية. فالمواطن هنا هو حجر الزاوية والأساس المتين لعملية المواجهة الموفقة بأمر الله. عملية إلقاء القبض بشكل متكرر في الفترات الأخيرة وإحكام القبضة الأمنية المصرية، أنت تعلم سيادة اللواء الإرهاب يطال أي مكان في العالم، لكن هنا في مصر نجاح كبير لرجال الداخلية وبمعاونة رجال القوات المسلحة. تعتقد أن هذا النجاح الأمني في مصر ربما يبعد كثيرا من المتطرفين والإرهابيين عن محاولة الإيقاع بأي ضحية من المصريين في الفترة المقبلة؟ لا، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. هو ما فيش حاجة، شوف الأصل أن الحماية العامة للدولة دي من واجبات الشرطة، ولكن إذا ما تجاوزت الأخطار إمكانيات وتجهيزات الشرطة فيتم الاستعانة بالجهة الأمن وهي القوات المسلحة. نعم. ده حطها كده لأن دي بلدنا وما فيش فيها هزار. كويس، دي نقطة. النقطة الثانية انه لازم احنا نبقى عارفين انه في نتائج معينة لاحتواء الاوضاع مثلا المحتقنة في منطقة سيناء. منطقة سيناء تم فيها الاحتواء، فبالتالي بيحصل تسلل، بيحصل تسرب الى داخل المدينة الكبرى دي عشان انا اختفي او استخبى فين؟ ما انا هستخبى في هذه الاماكن التي تضم العديد والعديد من البشر والمنشآت. زي اللي حاولوا كانوا في مثلا سينا بيحاول انه يجد ملاذ امن في منطقه العريش او الشيخ زويد او اللي هي المناطق اللي فيها سكان وفيها عمارات وفيها مباني ممكن يقدر يذهب. فبالتالي في احتواء المواقف في العريش هتلاقي ان في تسربات بتحصل في الاماكن المزدحمه او الاماكن التي يتصور فيها الغريب. ولذلك انا اناشد ايضا، شوف المره الثالثه بقول لك عليها مثلا عمليه السؤال المفروشه، لابد من الاخطار. على فكره كمان وانبه ان لا علاقه بالضرائب بعمل الشرطه، الشرطه مش هتبلغ الضرائب، مش وظيفتها. انا بتكلم الكلام ده وانا يعني بأناشد المواطن ان هو ما يتخلاش عن جهاز الامن باي معلومه تفيده. انما بتقول لي ايوه ده دليل ان هناك معلومات وصلت وان هناك معلومات تم تحليلها وتصنيفها وتم تقييمها وتم اتخاذ
هذه نعم العملية التي أطلقت عليها حضرتك ضربة استباقية، نعم هي طبعا ضربة وقائية، وربنا إن شاء الله يوفق كل بإذن الله. الدولة. وربما سؤالي الأخير سيادة اللواء، علّك تتابع معنا شاشة تنة الآن على الهواء، لدينا هذا الفيديو وهو عملية تتبع لهذا الإرهابي يوم الجمعة الفائت بعد إلقائه عبوة بدائية لاستهداف قل أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة. التكنولوجيا تساعد أيضا في مواجهة الإرهاب سيادة اللواء؟ شوف، التكنولوجيا أحد الوسائل التي يستخدمها الطرفين، الطرف الشرير والطرف الأمني. نعم كويس، التكنولوجيا لا تعرف انها متاحه للجميع، ولكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ولازم عايز احط له في الاعتبار ان ما فيش امن بيشغال على عوينه كده، ولكن بيبقى شغال وفق اصول ووفق معلومه ووفق طبيعه متابعه ووفق تقنين لهذه المتابعه، وده واضح جدا من اللي حضرتك بتقوله ان هي العمليه مش جايه على عينها، لا دي عمليه ان انت بتتابع، لما بتتابع بتجيلك معلومه بتاكدها بتقننها بتبقى على ثقه تماما من سلامه موقفك. دي بلدنا، دي مصر، ما هياش حاجه يعني، هي مش عمليه مجرد ان انا بشتغل كده، انا بشتغل وانا على ثقه تامه ان شغلي ده جزء لا يتجزا من منظومه كليه يتشكل منها الامن القومي لهذا البلد، منها البشر، منها التصنيع، ومنها السياحة، ومنها الروحيات الدينية، وكل ما هو موجود على هذه الأرض، هذا البلد، المفروض أنه الأمن يتفاعل معه كله، وأيضا الإعلام يسانده ويديله دفعة إلى الأمام من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية زي اللي حضرتك بتعملها دلوقتي. نعم شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق.